العقل تسامى بالفكر والوعي شعار للعمر بلاد نحكيه ليحكينا يا كون اسمعنا واصطبري ارحب الفكر تسامينا وسمت في الأفق مساعينا بالعلم سترقى أمتنا ونجوب الدنيا داعينا. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، طلاب الصف العاشر، أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومحبة. اليوم إن شاء الله سنتعرف على درس جديد وهو اسم الفاعل. واسم الفاعل كما تعلمون يندرج تحت المشتقات، والمشتقات هي صيغة المبالغة والصفة المشبهة واسم الزمان واسم التفضيل واسم الآلة واسم المفعول. وإن شاء الله تعالى اليوم سندرس اسم الفاعل. أهدافنا في هذا الدرس هي أن يذكر الطالب وزن اسم الفاعل من الفعل الثلاثي، وأن يذكر الطالب وزن اسم الفاعل من غير الثلاثي، وأن يصوغ اسم الفاعل من الثلاثي ومن غير الثلاثي. قبل أن نبدأ الدرس نريد أن نتعرف على مفهوم اسم الفاعل. اسم الفاعل في اللغة العربية هو اسم مشتق يدل على من قام بالفعل، ويصاغ اسم الفاعل من الفعل الثلاثي على وزن فاعل، أي بني انظر الأمثلة. أولا، قال تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال قائل منهم كم لبثتم؟ اثنان، أفاهم أخوك الدرس؟ ثلاثة، نحترم صانع الخير؟ أربعة، الحسد نار قاتلة صاحبها؟ خمسة، ذهبت إلى المدرسة راكبا دراجتي. إذا تأملت الكلمات التي لونت باللون الأحمر هي قائل وفاهم وصانع وقاتل وراكب. كلمة قائل جذرها الثلاثي في اللغة العربية هو قال، إذن اسم الفاعل من الفعل قال قائل. وفاهم أصلها الثلاثي فهم، وصانع أصلها الثلاثي صنع، وقاتل أصلها الثلاثي قتل، وراكب أصلها الثلاثي ركب. وبإمكانك أن تصوغ أفعالا أخرى مثل نجح ناجح وقرأ قارئ. كلمة قال ثلاثة حروف، اسم الفاعل منها قائل، وكذلك فهم فاهم إلى آخره. والآن تأمل الآيات الكريمة. قال تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، رب اجعل هذا البلد آمنا. وقال تعالى، ربنا ما خلقت هذا باطلا. وقال تعالى، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. كلمة آمن أصلها الثلاثي أمنة، إذن اسم الفاعل من الفعل أمنة آمن، واسم الفاعل من الفعل بطل باطل، واسم الفاعل من الفعل سأل سائل. والآن نريد أن نقوم بحل هذا التدريب. صوغ اسم الفاعل من الأفعال الآتية: كسر تصبح كاسر، وقطع تصبح قاطع، ونجح تصبح ناجح. الآن نريد أن نتعرف على صياغة اسم الفاعل من الفعل الرباعي بعد أن تعرفنا على صياغة اسم الفاعل من الفعل الثلاثي. إذا كان لدينا فعل رباعي مكون من أربعة حروف أو أكثر، لدينا الفعل علم، العين واللام واللام والميم. أولا نقوم بتحويل هذا الفعل إلى مضارع بزيادة حرف الياء في أول الفعل، فتصبح كلمة علم يعلم، ثم نقوم باستبدال حرف المضارعة ميما مضمومة ونكسر ما قبل الآخر فتصبح معلم. إذن معلم هي اسم فاعل من فعل رباعي. لدينا الفعل احترم وهو خمسة حروف كما ترون، نقوم بتحويل هذا الفعل إلى مضارع فتصبح الكلمة يحترم، ثم نقوم باستبدال حرف المضارعة ميما مضمومة ونكسر ما قبل الآخر فتصبح محترم.
لدينا الفعل استخرج وهو فعل سداسي. نقوم بتحويل هذا الفعل إلى مضارع فتصبح الكلمة يستخرج، ثم نقوم باستبدال حرف المضارع ميما مضمومة كما ترون ونكسر ما قبل الآخر فتصبح مستخرج. لدينا الفعل أنذر وهو 4 حروف. نقوم بتحويل هذا الفعل إلى مضارع ثم نقوم باستبدال حرف المضارع ميما مضمومة ونكسر ما قبل الآخر فتصبح منذر. إذن كلمة منذر هي اسم فاعل من فعل رباعي. لدينا الفعل اطمأن، نقوم بتحويل هذا الفعل إلى مضارع فتصبح يطمئن، ثم نقوم باستبدال حرف المضارع ميما مضمومة كما ترون ونكسر ما قبل الآخر فتصبح مطمئن. إذن مطمئن هي اسم فاعل من فعل رباعي. لدينا الآن غلق للهدف الأول. صوغ اسم الفاعل من الأفعال الآتية: لعب تصبح لاعب، وأكل تصبح آكل، وسمع تصبح سامع. إذن الفعل لعب فعل ثلاثي اسم الفاعل منه لاعب، وأكل فعل ثلاثي اسم الفاعل منه آكل، وسمع أيضا فعل ثلاثي اسم الفاعل منه سامع، وأخذ آخذ، وشرب شارب، وقرأ قارئ. والآن نريد أن نصوغ اسم الفاعل من فعل رباعي. استعمل، قلنا نحول هذا الفعل إلى مضارع فتصبح يستعمل، ثم نستبدل حرف المضارع ميما مضمومة ونكسر ما قبل الآخر فتصبح مستعمل. واستنبط نحوله للمضارع تصبح يستنبط، ثم نستبدل حرف المضارع ميما مضمومة ونكسر ما قبل الآخر فتصبح مستنبط. والفعل اشتهر أيضا نحوله للمضارع فتصبح الكلمة يشتهر، ثم نستبدل حرف المضارع ميما مضمومة كما ترون ونكسر ما قبل الآخر فتصبح مشتهر. وفي النهاية أرجو لكم التوفيق والسداد، وأسأل الله عز وجل أن ينفع بكم. كان معكم معلمكم المحب لكم دوما أيوب سليمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.